شو جديدك اللي حاليا بتحضري له؟ حاليا قاعد نحضر مسلسل اسمه ذكريات لا تموت، تم تصوير 90% منه، باقي شويه ان شاء الله راح يعرض خلال شهر يناير او فبراير على شاشه العرب الام بي سي ان شاء الله. بلشتي في شيء لرمضان؟ لرمضان ان شاء الله راح نبتدي تصوير في فبراير، عندي عمل مع الفنانه القديره حياه الفهد لرمضان باذن الله. بعيدا عن الفن نروح على الموضه، انت من الناس اللي ما شاء الله كثير بتهتمي بجمالك وبالموضه وبالاناقه، وهذا الشيء باين على سناب شات عندك، فشو بيعني لك هذا الشيء؟ شو بتعني لك الموضه؟ الموضه يعني تعني لي كل شيء، يعني ما اقدر اطلع بالبيت وانا مو مثلا لابسه عدل ولا شكلي يكون مرتب، فهذا كله يندرج تحت بند الموضه، فصارت اهتماماتنا فيه اكثر واكثر بعد دخول علينا جانب السوشيال ميديا، الناس قامت تسال من وين لابسه، شنو لابسه، شنو حاطه، فصار في يعني شرح مستمر للمتابعين لهذه التفاصيل، فصارت الموضه موجوده مثل تواجد السوشيال ميديا في حياتنا. بتفضلي تستعيني باحد خبير في الموضه لما تكوني راح تلبسي، ولا ذوقك هو اللي بيغلب على كل شيء؟ لا طبعا ذوقي اللي يغلب على كل شيء، ولو تلاحظين انا انسانه جدا يعني كلاسيك بشكلي ولبسي وطريقتي، ما اغير وايد بستايلاتي، نادر ما اغير، فهذا دليل على ان هذا كله ذوقي، انا ما احب اطلع من شخصيتي. تتمتعي باطلاله كثير طبيعيه، انت مع او ضد عمليات التجميل؟ مع وضد في نفس الوقت، اذا كان لتعديل شيء مزعج ممكن، بس اذا كان الشخص جميل من الله والفيجرز ماله جميله من الله، فاحس انه ما له داعي اللعب، لان هي يا تصيب يا تخيب، ساعات بتزبط وساعات تصير كارثه، فخلنا على اللي معطينا يا رب العالمين وايد افضل. مشكوره حبيبتي، تسلم حبيبتي، شكرا، حياكم الله.